بالنسبه لحاله الطقس بقى، في ارتفاع بسيط في درجات الحراره النهارده. امبارح القاهره سجلت 34، النهارده بتسجل 35. اتفضلي قولي لنا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.17، اما الشراء فسجل 19 جنيه و9 قروش. اليورو البيع سجل 19.84 والشراء سجل 19.75. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.46 والشراء سجل 23.36. الفرنك السويسري البيع سجل 20.43 اما الشراء فسجل 20.34. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.84 اما الشراء فسجل 2.83. الريال السعودي البيع سجل 5.10 والشراء سجل 5 جنيه و8 قروش. الدينار الكويتي البيع سجل 62.63 والشراء سجل 62.29. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.22 والشراء سجل 5.19. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 908 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1059 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1210 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8472 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي ارتفاع في معدلات الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بالحرارة عن المتوقع بحوالي درجتين لأربع درجات، ده غير أنه هيكون في نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 31. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.